أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الأم تي في. لعبة كسب للوقت يعتمدها الإسرائيليون للإبقاء على عمليات عمود السحاب ضد قطاع غزة، وتلك العملية أودت حتى الساعة بأكثر من 140 قتيلا وأكثر من 950 جريحا. سياسة المناورة التي ينتهجها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تكسبه أكثر من هدف ليس آخرها التقارب مع واشنطن. وقد تظهر هذا الأمر في الدعم الذي أبدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. كلينتون أكدت لإسرائيل أن التزام الولايات المتحدة بأمنها صلب كالصخر، وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنها أتت إلى تل أبيب بطلب من الرئيس الأمريكي لإيصال رسالة تشدد على ضرورة إيقاف الهجمات الإرهابية من غزة. كلينتون أعربت عن سرورها بفعالية القبة الحديدية مجددة دعم بلادها لأمن إسرائيل وشعبها وحقها في الدفاع عن نفسها. نتنياهو من جانبه شكر كلينتون على الدعم الأمريكي لدولة إسرائيل وللقبة الحديدية التي تحمي الشعب الإسرائيلي على حد تعبيره، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يقاوم إرهابيين يستهدفون المدنيين. في شأن اتفاق الهدنة، لم توافق إسرائيل حتى الساعة على المقترح المصري بشأن تهدئة في قطاع غزة وفق مصدر فلسطيني، وذلك بسبب رفضها تضمينه بندا يتعلق بفك الحصار عن القطاع. وأوضح المصدر أن مدير الاستخبارات المصرية اللواء رأفت الشحاتي عقد اجتماعا ضم وفدي حماس والجهاد الإسلامي لم يفضي إلى اتفاق للتهدئة. وفي الأمم المتحدة أعلن مندوب فلسطين رياض منصور مساء الثلاثاء أن الهجوم الإسرائيلي على غزة أوقع أكثر من 140 قتيلا وأكثر من 950 جريحا، في حين تم الاتفاق في مجلس الأمن على عقد اجتماع عام حول الأزمة في غزة مساء اليوم. 8 قتلى فلسطينيين ليل الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في قطاع غزة، ليرتفع إلى 28 قتيلا عدد الفلسطينيين الذين سقطوا في سابع يوم من عملية عمود السحاب. التفاصيل في تقرير الزميل مجد الحلبي. وفد وزراء الخارجية العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية وبمشاركة وزير الخارجية التركي في زيارة غير مسبوقة وهي تضامنية لقطاع غزة. المشكلة الحقيقية، اسمح لي أن أقول هذا، ليست في تهدئة مؤقتة. المشكلة الحقيقية يجب أن نركز جميع الدول العربية والدول الصديقة الإسلامية والدول الصديقة في كل أنحاء العالم على إنهاء الاحتلال. لو تم جلب قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية بموجب تقرير جولدستون على ما ارتكبوا من جرائم في الحرب السابقة لما تجرأ أن يكرر هذه الجرائم مرة ثانية. لذلك أدعو إلى قيام الجامعة العربية إن شاء الله بدورها على هذا الصعيد العالمي والقانوني. وحتى خلال هذه الزيارة، القصف الإسرائيلي لم يتوقف على قطاع غزة مثلما لم يتوقف القصف الصاروخي على إسرائيل، والذي طال للمرة الثانية منطقة القدس، إلا أن الصاروخ سقط قرب بلدة فلسطينية في الضفة الغربية، وكان ذلك في نفس الوقت الذي تظاهر به طلاب عرب من الجامعة العبرية في القدس تضامنا مع أهل غزة مقابل نشطاء من اليمين الإسرائيلي الذين تظاهروا ضد حماس. الحراك الدبلوماسي لم يتوقف مثله مثل القصف المتبادل، وقافلة من الشخصيات الدولية إلى المنطقة على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. مع الضغط والمتابعة من البيت الأبيض، الرئيس المصري يلقي بكل ثقله لفرض التهدئة على الجانبين الإسرائيلي وحماس، ويبقى السؤال من الجانبين أيضا، إلى متى ستستمر هذه التهدئة؟ من القدس، مجد الحلبي، ام تي في. بنود الاتفاق كانت مدار بحث مكثف في القاهرة. تقرير مراسل الام تي في هشام مهران. بعد جهود مصرية مكثفة
اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية. الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار لفترة اختبارية بدءا من الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء، وفي مرحلة ثانية توقف إسرائيل الاغتيالات السياسية وتخفف الحصار مقابل وقف إطلاق الصواريخ من غزة على المدن الإسرائيلية. المقاومة هي التي تحدد الشروط لإسرائيل. كان الأول يحدث أن إسرائيل تبدأ الحرب ثم تعلن التهدئة، وبالتالي إسرائيل الآن هي التي وصلت إليها الشروط الثلاثة من قبل المقاومة. كما نعلم أيضا أن هناك اتصالات مصر تقوم بها، الولايات المتحدة طلبت يعني وساطة مصرية في هذا الأمر. من القاهرة وقبيل توجهه إلى تل أبيب، دعا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومة إسرائيل إلى احترام التزاماتها وفقا للقانون الدولي، محذرا من النتائج الخطيرة لأي عمليات برية تشنها إسرائيل في قطاع غزة. سأطلب من حكومة إسرائيل وقف كافة أشكال العنف، ولكن علينا أن نعترف بحق إسرائيل في صيانة أمنها وإزالة أسباب قلقها. بينما أشار الأمين العام للجامعة العربية أن المشكلة ليست في التوصل إلى تهدئة، بل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ذاته. وفق محللين سياسيين، فإن النظام الجديد في مصر نجح في تحويلها إلى مركز للتحركات الإقليمية والدولية الساعية لوقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن رغبة القاهرة في تجنب خيار حرب برية إسرائيلية على غزة. لا تبدو مصر على استعداد لتحمل تداعياتها على حدودها في ظل تفاقم المشاكل الداخلية في مصر. هشام مهران، MTV، القاهرة. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رأى أن إسرائيل مردوعة بسبب صمود المقاومة الفلسطينية، وأكد من مدينة بعلبك أن الحق الفلسطيني لا يؤخذ إلا بالبندقية. إسرائيل اليوم مردوعة بالمقاومة، وإسرائيل اليوم لا تملك خيارات كما كانت تملك سابقا بسهولة الاحتلال والاعتداء، لأنها تواجه صمودا وجهادا حقيقيا من المقاومين الشرفاء. لكن لعل البعض ممن لم يتعظ بعد أن يأخذ درسا مما يحصل في فلسطين المحتلة. هي إسرائيل تعتدي من دون مبرر، وها هو العالم يقف معها مع ظلمها وإجرامها ولا يعطي الحق. إذن كيف يمكن أن نأخذ الحق من مجلس الأمن ومن الدول الكبرى؟ الحق لا يؤخذ إلا بالبندقية. وقبل المتابعة، وردنا أن ثمة حالة تمرد في سجن زحلة، وأشعل بعض السجناء خلالها النيران في زنزانة، تم إحراق فرش وبطانيات، واستدعى الحريق تدخل الدفاع المدني، فيما تعمل القوى الأمنية على معالجة الوضع. شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنه قال مرات عدة إن سلاح المقاومة موجه ضد إسرائيل ولا يمكن أن يستخدم في الداخل. وعن دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لفتح الحدود وإرسال السلاح إلى غزة، أجاب ميقاتي في حديث تلفزيوني: هذا كلام سياسي ولن تفتح الحدود، مؤكدا عدم معرفته بمصدر الصواريخ التي كانت منصوبة في الجنوب. وعن اغتيال الشهيد وسام الحسن، قال رئيس الحكومة إنه سيأخذ الموقف المناسب إن ظهر تورط حزب الله في العملية، مؤكدا أنه عندما شعر ورئيس الجمهورية بوجود أياد سورية تحب أن تخرب في لبنان أخذ موقفا، وأكد أنه غير متمسك بمنصبه ومع تشكيل حكومة استثنائية في هذا الظرف. وكان ميقاتي التقى في اليوم الثاني لزيارته فرنسا وزير الخارجية لوران فابيوس، وطالبا منه المساعدة في موضوع اللاجئين السوريين. اختلف الشكل والمضمون بقي على حاله، ففي اليوم الثاني من زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا سجلت لقاءات جديدة خرجت عنها مواقف شبيهة بتلك التي سبقتها، دائما في ظل أجواء أكثر من إيجابية بحسب ما أشار إليه أحد أعضاء الوفد الوزاري المرافق. والبداية من كيدورسي، حيث عقد لقاء ثنائي بين ميقاتي ووزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، سرعان ما تحول إلى اجتماع موسع ضم الوفد المرافق وعددا
من المسؤولين. فابيوس أكد مجددا عدم تدخل بلاده في الشؤون اللبنانية مع دعمها الاستقرار التام وتشديدها على أهمية عدم حصول أي فراغ. وزير الخارجية الفرنسية جدد دعم بلاده الحوار منوها بسياسة النأي بالنفس لتجنيب لبنان تداعيات الحوادث الجارية في محيطه. كذلك عاد فابيوس وأكد متانة العلاقة بين البلدين واستعداد فرنسا لدعم لبنان ودعم استقراره واستمرار عمل قوات اليونيفيل في جنوبه. ميقاتي من جهته شرح الثوابت التي تحكم الموقف اللبناني حيال تطورات في المنطقة مشددا على استمرار سياسة النأي بالنفس. وبحسب المعلومات فأن ميقاتي طلب فرنسا بمساعدة لبنان في موضوع استقباله النازحين السوريين ولقي مطلبه تجاوبا أعرب عنه المسؤول الفرنسي. أما إقليميا فتم تطرق إلى الوضع في غزة التي زارها فابيوس مؤكدا أن مصر تلعب الدور الأساس لحل أزمتها. وفي هذا الإطار تشير المعلومات إلى عدم التطرق لموضوع الصاروخين اللذين كانا سيطلقان من لبنان. وفي موضوع سوريا جدد فابيوس أمام ميقاتي دعم بلاده الائتلاف الوطني السوري. لا تزال الأزمة السورية وانعكاساتها الحاضر الأبرز في لقاءات رئيس الحكومة مع المسؤولين الفرنسيين. وفي اليوم الثاني للزيارة مزيد من الترحيب بسياسة النأي بالنفس عما يحصل في الخارج ومزيد من التشديد على ضرورة حفظ الاستقرار السياسي والأمني في الداخل. من العاصمة الفرنسية باريس، هنادي رحمة، MTV. رئيس جبهة النضال الوطني نائب وليد جملاط أعرب عن خشيته من تمدد التحديات التي تهدد البلد من قطع طريق النعمة إلى أثمان مقاطعة المعارضة للحكومة ومجلس النواب. من جهة أخرى أشار إلى أن الانتخابات ستجرى رغم كل شيء وحتى الوقت الحاضر على أساس قانون 60، نافيا وجود أي اتصالات مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حيال قانون الانتخابات. وردا على سؤال عن الخطوة التي يقوم بها التقدم مع الرئيس سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإذا كانت حلفا رباعيا، قال جملاط: نعم إنه حلف رباعي، إذا شئتم فلا مانع. بعد الإعلان، انقطاع المواصلات فالاتصالات. قبل 4 أشهر على بدء المحاكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قدم الادعاء مذكرة تمهيدية اللافت فيها رقم الأدلة والشهود. تقرير دونيز رحمي فخري. تطبيقا لقانون الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان، أودع الادعاء في 15 الجاري نسخة سرية من المذكرة التمهيدية لدى قاضي الإجراءات التمهيدية. عرض الموقع الرسمي للمحكمة النسخة العلنية المموهة منها والتي نصت على عزم الادعاء دعوة 557 شاهدا وتقديم 13170 دليلا. فما هي القراءة القانونية لهذه الأرقام الكبيرة؟ هذا يعني أنه نحن صرنا من سنة 2005 في معرض تجميع الإثباتات والشواهد والفحوصات المخبرية والاستماع إلى الشهود ووضع المحاضر ومراجعة الخبراء. مفروض أنه ما يدل شيء مخفي، ما يدل شيء فقط مثلا قالوا كل الإثباتات اللي عندهم هي مبنية على اتصالات وحركة يعني سليلرات بعض البعض. قد يكون هذا شيء صحيح، أنا بعد ما اطلعت، ولكن الشيء الأكيد أنه في إثباتات ناتجة عن الحمض النووي، عن السيارات اللي استعملت، عن تركيب المتفجرات، عن طبيعة الأرض، عن كيفية الكشف على المسرح الجريمي، مين شاهد شو، مين استمع لشو. لم يعد يختصر ملف الشهود في المحكمة الدولية على الشاهد الملك الذي شغل الساحة اللبنانية لشهور وسنين، فالرقم بلغ 557 شاهدا عرفت عنهم المذكرة بأسماء مستعارة. قانون ينص على إمكانية الاستماع إلى الشهود بدون ما أنهم يبينوا هويتهم بالكامل. ليش؟ للحفاظ على سلامتهم. في كتار منهم يمكن لأنهم شهود بيقتلوهم.
وفقا لما جاء في المذكرة أيضا يقدر أن يبلغ إجمالي الوقت اللازم للإدعاء لعرض قضيته 457 ساعة ونصف. يقول نجار إنها قد تقلص عند بدء المحاكمة. على هالحال يعني الأمور مطولة كتير لنعرف الحقيقة. إن شاء الله نعرف الحقيقة. هل نحن اليوم مع اللي اتهموا اقتربنا فعلا لمعرفة الحقيقة؟ قد يتمكن المدعي العام بحسب نجار خلال السير بالمحاكمة من الإدلاء بالمزيد من الوقائع والاتهامات وصولا إلى الحقيقة المنتظرة، فاللبنانيون بحسب رأيه لا يريدون أشباحا بل حقيقة. رئيس تكتل التغيير والإصلاح نائب ميشيل عون يطالب رئيس الجمهورية بتوجيه كتاب خطي إلى قائد الجيش لمعرفة إمكانات الجيش العسكرية والبت على أساسه في الاستراتيجية الدفاعية. رد النائب العماد ميشيل عون على كلام رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل من دون أن يسميه، فرفض الكلام على نصف سيادة ونصف استقلال، ومن هذا الباب دخل إلى الاستراتيجية الدفاعية راميا كرة المسؤولية في ملعب رئيس الجمهورية. كل يوم نسمع خطاب ما منقبل بنص سيادة، ما منقبل بربع كرامة، ما منقبل بثلاث ارباع حرية، ما منقبل بكذا، ما منقبل بكذا. طيب مين بدهم؟ بيقول لك بدي الجيش اللبناني. نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أن يسأل القيادة العسكرية عن قدراتها للإمساك بالأمن والدفاع عن الحدود في الظروف الراهنة، ليصار التعامل على هذا الأساس مع مشكلة الاستراتيجية الدفاعية. هل نحن اليوم بسيادة مطلقة برأيك لحتى تنتقد من يتحدث عن نصف سيادة؟ المعلوم سيادة مطلقة. كيف؟ مين عم يمنعك تمارس سيادتك على الأرض؟ ببعض المربعات الأمنية كمان ما فيش سيادة. مربعات أمنية، وقت اللي خالفوا المطار فيت سحبون الشعر من العجينة وحطهم جوا بالحبس. وردا على جعجع وفريق 14 أذار الذي يرفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع من يتهمهم بآلة القتل، إلي عتب على الدكتور سمير جعجع. أنا اللي عم بقتل حيلي وبسعى بكل دول العالم حتى جيب له جائزة نوبل للسلام، وهو عم يحطني بصف المجرمين اللي بيقتلوا. عيب. عون الذي أكد أنه لم يوافق على مبادرة جنبلاط كما أشارت بعض الصحف، طالب من ناحية أخرى الحكومة بنشر الأعداد الحقيقية للاجئين السوريين الذين لا يتم التدقيق حتى في هوياتهم كما قال. استغربت كتلة المستقبل التلكؤ الحاصل في معاقبة المتسببين بفضيحة تزوير الأدوية، كما تطرقت إلى حادثة بقعة الشوفية. توقفت كتلة المستقبل خلال اجتماعها الأسبوعي أمام الحادثة التي شهدتها بلدة بقعة الشوفية بسبب إقدام عناصر من حزب الله على مد خطوط اتصالات سلكية في المنطقة من دون موافقة الأهالي أو البلديات. أن ممارسات وتوجهات حزب الله المستمرة والمتفاقمة في السيطرة وتجاوز القوانين وإبقاء السلاح خارج إمرة الدولة يتسبب بالمزيد من الأزمات والمشكلات. واستغربت الكتلة التلكؤ والتمييع في اتخاذ الإجراءات العقابية بفضيحة تزوير الأدوية. إن تعاطي الحكومة وبعض المسؤولين المعنيين فيها مع هذه القضية التي تعادل جرائم الإبادة الجماعية بخفة وعدم مسؤولية إنما هو دليل آخر على طبيعة هذه الحكومة وارتكاباتها التي وصلت إلى حد المشاركة في التآمر على صحة المواطنين. ورأت الكتلة أن قرار وزير الطاقة جبران باسيل المفاوضة على محطة دير عمار الثانية لتخفيض أسعارها لا ينسجم مع المعايير الدولية ويظهر أسلوبا انعدام الرؤية لدى الوزير. اللبنانيون يقعون في فخ زحمة السير صباح الثلاثاء ويحبسون لساعات على الطرقات. تقرير بر نعم شديد. بالعربي كفر المواطن اللبناني من زحمة السير الخانقة وفقد أعصابه على الطرقات. المشوار اللي بياخد بالعادة نص ساعة أخذ اليوم 4 و5 ساعات. عدد كبير من التلاميذ ما وصلوا على مدارسهم وموظفين ما لازموا مكاتبهم ومسافرين سبقتهم طياراتهم. فاجتمع الكل على الطرقات المؤدية من وإلى بيروت بعدما أقفلت كل المداخل بسبب التدريبات اللي عم يجريها الجيش اللبناني على طريق المرفأ لمناسبة عيد الاستقلال. يسكروا يقولوا للعالم اليوم فرصة كرمال الاستقلال منفرز جمعة.
والخليين خلوا يعملوا على المارينا هونيك ويروحوا على غيتوني محلات ما في حدا مخبور العالم هيك تتبهدل مع احترامنا للاقتلال ولكل الاقتلال محسوبة هيدا صرنا 40 سنة بيعملوا كل سنة عيب عليهم الإنسان رخيص بهالبلد بعض المواطنين ركب الموتو أسرع وغيرهم ما حملته أعصابه يضل بسيارته فقرر ينزل ينظم أو يساعد بالتنظيم وغصب عنا وهيك هلا بيقطعوا موكب طلع الصياط ونزل من تاني مال هذا تلميذ مدرسة دوامه الساعة واحدة على المدرسة يمكن بكرة يوصل بقى على الثانوية ايه فين تدربوا بالليل بوقت ما يكون في عجقة لا حبلي بالتاسع وصار إلي من الساعة 7:30 بالعجقة صح عاملين لي تسكيرات بالطريق وهلكنا بالطرقات هنا عندنا هليكوبتر بتودينا هنا عندنا هالسيارة حنطور بمشينا وبعضهم الآخر استفاد من العجقة فتح كتاب ودرس في ناس وجهت لنا نصايح وناس استفادت من وقت العجقة فخلصت أشغالها ويعطيكم العافية يعني حطوا برنايطة نهار طويل بطلع بعكس السير يعني لو عارفين هيك كنا شرجنا من الصبح البطارية هذا استقلال حرام الشعب كنت رايحة بيروت رجعت عملت دومي تور ورحت عند الحلاق وفي منهم شبهوا العجقة بالرياضة يعني الشباب عم يتدربوا شو بدنا نقول يعطيهم ألف عافية نحن علينا نتدرب هلا عم نتدرب على السواقة قرب وقف قلع وقف غير هيك ما فينا نقول شيء هلا بعد عندي شيء 8 ساعات سبور لأوصل على الشغل العجقة كانت أيضا حديث البلد على صفحات الفيسبوك تويتر فبعض المواطنين كتب بتهكم شو كان بدهم رياض الصلح وبشارة الخوري بهالشغلة عملوا لنا استقلال وعملوا عجقة حتى المسؤولين انزعجوا فالوزير مروان خير الدين كتب يجب محاسبة المسؤول عن قطع طريق المرفأ اليوم للتدريب العسكري ولا يجوز الاستهتار بوقت ومصالح الناس بالمقابل لم يمر الموضوع من دون تعليق من قيادة الجيش اللي عبرت ببيان عن أسفها لتضرر بعض المواطنين بمصالحهم وأعمالهم نتيجة زحمة السير الناتجة عن تمارين عسكرية لعيد الاستقلال ومن انقطاع المواصلات الثلاثاء إلى انقطاع الاتصالات اليوم الأربعاء فقد أعلنت هيئة أوجيرو عن انقطاع خدمة الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت عن خطوط المشتركين في مناطق الخندق العميق شارع عبد الحميد الزهراوي شارع البسطة شارع الاستقلال وذلك ابتداء من الساعة 8:00 من صباح الأربعاء على أن تعود تباعا اعتبارا من بعد ظهر اليوم نفسه وأوضحت أوجيرو في بيان لها أن السبب هو قيام الفرق الفنية تابعة لمديرية خدمة المشتركين في الهيئة بأشغال تحوير الكوابل الهاتفية بسبب أعمال الحفريات والهندسة المدنية التي تقوم بها الشركة المتعاهدة المعنية بإنشاء النفق الجديد عند تقاطع جادة بشارة الخوري في العاصمة في الأزمة السورية هيج يعترف بالائتلاف السوري ومجموعة معارضة تشكل المخابرات العامة للثورة الاعتراف بالائتلاف السوري جاء هذه المرة من بريطانيا في خطوة كانت متوقعة ووضعها وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج في إطار التعهدات التي قطعها قادة الائتلاف خلال زيارتهم لندن وأشار هيج إلى أنه سيطلب تعيين ممثل للائتلاف في بريطانيا على غرار ما قامت به باريس في هذا الوقت حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن تؤدي عسكرة الأزمة السورية إلى خلق ساحة قتال إقليمية بالتزامن مع الإصرار التركي على طلب نشر صواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا من حلف شمال الأطلسي على خط ثان أعلنت مجموعة من المقاتلين السوريين تشكيل جهاز المخابرات العامة للثورة السورية لمواجهة ما سموه المنظومة الاستخباراتية للعصابة الحاكمة في غضون ذلك تدور اشتباكات في محيط كتيبة للدفاع الجوي في ريف مدينة حلب بينما أدت الاشتباكات بين المقاتلين المعارضين ومقاتلين أكراد في شمال سوريا إلى مقتل 29 شخصا وفي دمشق سقطت قذيفتا هاون على مبنى وزارة الإعلام السورية في غرب دمشق اقتصرت أضرارهما على الماديات إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عماد أبي هيلة مرحبا عماد هاي شانتال شو الأخبار اليوم؟ اليوم البارز فوتبول تشامبيونز ليج عدة مباريات انلعبت امبارح وفي عنا مباريات رح تنلعب الليلة وفي عنا خبر بالفورمولا 1 تفضل
إذا البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا من المجموعة الخامسة لمنافسات المجموعة الخامسة للتشامبيونز ليج، حيث حقق فريق جوفنتوس فوز كبير على فريق تشيلسي حامل اللقب بنتيجة 3-0، وانتقل بطل الدوري الإيطالي للمركز الثاني بالمجموعة، رفع رصيده لتسع نقاط خلف شختار الأوكراني اللي فاز بدوره خارج أرضه على فريق نورجلاند 5-2، وبالمجموعة السادسة خسر باتي باريسوف على أرضه 2-0 أمام فريق ليل، وتعادل فالنسيا على أرضه مع باير ميونخ 1-1 ليتأهل الفريقين للدور المقبل. أما بالمجموعة السابعة أكد فريق برشلونة تأهله بعد فوزه خارج أرضه على سبارتاك موسكو 3-0، كما وانتقل بنفيكا للمركز الثاني بالمجموعة بعد فوزه على أرضه أمام سلتيك غلاسكو 2-1، وبالمجموعة الثامنة حقق جالاتا سراي فوز تاريخي على مانشستر يونايتد 1-0، وفاز كلوج على سبورتينغ براغا 3-1. بالتشامبيونز ليج ايضا رح تستكمل الليله المساء منافسات الجوله الخامسه من المجموعه الاولى للرابعه يلي الصراع فيها مستمر بالمجموعه الرابعه. اجرى فريق مانشستر سيتي حصه تدريبيه بمركز تدريبه بكارينغتون تحضيرا لمباراته المصيريه امام ريال مدريد. السيتي بيملك نقطتين من 4 مباريات وبيحتل المركز الاخير وفرصته شبه مستحيله بالتاهل للدور المقبل، ولكن عليه الفوز بهالمباراتين وانه تكون نتائج الفرق الاخرى لصالحه. المدرب روبرتو مانشيني بيدرك صعوبه المهمه وبياكد غياب المدافع الايسر جاي الكليشي بداعي الاصابه، كما وما بياكد مشاركه ماريو بالوتيلي. ومن ناحية الريال فهو بيحتل حاليا المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر بروشيا دورتموند وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث فريق أجاكس الهولندي. المدرب جوزيه مورينيو اعترف بمؤتمره الصحفي بأنه المهمة صعبة لأنه على الورق كل الفرق بعد فيها تتأهل، ودع لاعبينه للتركيز لأنه مصير تأهل الفريق رح يكون بين إيديهم. كما وأعرب مورينيو يلي عم بيخوض مباراته الرقمية بالتشامبيونز ليج عن اعتقاده بأنه السيتي ما رح يقدر يتأهل ولو فاز بمبارياته المتبقية، ورح تجمع المباراة الأخرى بنفس المجموعة فريق بروشيا المتصدر ومضيفه أجاكس الهولندي. وبأبرز المواجهات يلي رح تنلعب الليل المساء بيستقبل دينامو كييف باريس سان جيرمان، شالكي أولمبياكوس، وأندرلخت أي سي ميلان. بالفورمولا 1 رح تتجه الأنظار بنهاية الأسبوع لسباق البرازيل، حيث رح تقام المرحلة الأخيرة من بطولة العالم، ومن المتوقع أنه تكون مثيرة بسبب التنافس على اللقب بين سائق فيراري فرناندو ألونزو ونظيره سائق ريد بول سيباستيان فيتل. مدير فريق فيراري ستيفانو دومينيكالي طالب فريقه بالتركيز التام لأنه الحظوظ كبيرة أمام ألونزو للتتويج باللقب. دومينيكالي أضاف بأنه ألونزو بيعرف بأنه ما بيملك أسرع سيارة بالبطولة، لكنه بيعرف بأنه وراه فريق ممتاز رح يساعده على الفوز باللقب. فيتل بيتصدر البطولة بفارق 13 نقطة عن ألونزو، ورح تكون حلبة ساو باولو النهائي الفاصل بين النجمين. مشاهدينا هيدا كان كل شيء بالسبور لهلأ. شانتال أنا برجع لأليك. شكرا عماد. والآن إلى ألين والأحوال الجوية. مرحبا. طقس صافي مستقر عم بيسيطر على لبنان والمنطقة، اليوم بانتظار يتحول إلى متقلب اعتبارا من الخميس الظهر حتى السبت الصباح. اليوم نهارنا صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. اتجاه ريح شمالي غربي لشمالي شرقي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 23 و 25 درجة، على الجبال بين 12 و 21، أما بالداخل فبتتراوح بين 20 و 22 درجة. الرطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف، البحر هادي، والجو مثل ما ذكرنا صافي إلى قليل الغيوم. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق وضع اللبنانية منشوف بهالجولة من الجوية اللي بتخدنا؟ فوق القبيات 21 درجة، طرابلس 23، 21 ببشمزين، حدث الجبة 12 درجة، بعبدة 25، الدمور صيدا وصور 24 درجة، وطقسنا مشمس بكافة المناطق، دبل ومرج عيون 21، 20 درجة بيجب جنين، والختيم بيكون بالقع مع 22 درجة. لمحة سريعة عن طقسنا اليوم وبالأيام الجاية، اليوم الأربعاء بتسجل الحرارة 25 درجة بنهار وطقسنا صافي، بيتحول إلى ممطر نهار الخميس مع 24 درجة، بتنخفض الحرارة ل 23 نهار الجمعة، وبكمل طقسنا على هالشكل لنهار السبت وممطر. لتعرفوا كل أخبار الطقس تابعوا نشرتنا الثلاثة ضمن نشرات أخبار الـ MTV، وأنا بلاقيكم بنشرات لاحقة.
ختام النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.